موضوع التسوق الإلكتروني كبير والأطراف اللي فيه كثيرة، كلها تساهم في عملية المراقبة والضبط وتنظيم العملية. أحد أهم الأطراف في هذه الصورة الكبيرة الإدارة العامة للجمارك، فهي المسؤول المباشر عن دخول هالبضائع للكويت بمختلف أنواعها والأنشطة المراد استخدامها فيها. معنا مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا سعادة المستشار. يا هلا يا مرحبا وسهلا وسهلا، بتقدم لكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. ويعني تلفزيون الكويت يعني سباق في مثل هذه الأمور وتغطيتها بشكل كامل. الشكر لك طال عمرك. يعني بداية التسوق الإلكتروني سعادة المستشار بات سبيلا لشريحة كبيرة من المجتمع، بداية يعني خلينا نتكلم عن دور الإدارة العامة للجمارك في مراقبة الشحنات الشخصية اللي يتم طلبها من الخارج. اخت نوارة بسمحي لي بس بالبداية، يعني انا عندي مقدمة شوية يعني بتكلم عن حدث حصل في لدولة الكويت. اتفضل بس بشكل سريع. بسريع نعم تفضل. اسمحي لي ان اتقدم الى سيدي صاحب السمو حفظه الله وشافاه وعافاه وعاده الينا سالما ان شاء الله بحصوله على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى، وكذلك اتقدم الى سيدي نائب الامير وولي العهد ورئيس وسمو رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبه، والشعب الكويتي هذا يعني ما يثلج صدورنا ويجعلنا نفتخر بسيدي صاحب السمو لحصول على مثل هذا الوسام العالي. فعلا. بدايه التسوق الالكتروني، خلينا نقول احنا اللي حصل بعد جائحة كورونا. نعم. احنا كنا معتادين على يعني في كثير من الناس تستخدم التسوق الالكتروني من خارج الكويت. وبس لكن بسبب جائحة كورونا وغلق الاسواق المحلية واللي حصل من الاجراءات الصحية في دولة الكويت ترتب عليه ان ارتفع عدد المتسوقين الالكترونية من خارج الكويت، وصار يعني ما ابالغ اذا قلت انه وصل ضعف العدد 10 مرات او اكثر. اقبال كبير. نعم كبير. نعم. وطبعا هذا دعا الى اداره عمل الجمارك يعني توجه اهتمامها بشكل كبير لهذا الاجراءات، لان احنا معتادين على الاجراءات التجاريه الضخمه والكبيره. وكذلك ايضا يعني تدرين يعني مثل ما احنا العدد الموظفين مثل ما هم والمكان مثل ما هو ما كان مهيئ مثل هذه الزياده الكبيره، لكن الحمد لله بسواعد اخواني وربعنا وعيالنا الموظفين الجمارك. نعم. بدينا يعني قدرنا نغطي هذه الاجراءات ونغطيها بشكل كامل دون اي خلل. طبعا مثل ما الكل يعرف ان الاداره عمل الجمارك اتخذت اجراءات في هذا الشان في الفتره الاخيره، ومنها اعفاء الشحنات القليله القيمه وحددناها باقل من 100 دينار من الضريبه الجمركيه. وكذلك يعني اعتبرناها من ضمن التصفيه الفوريه. متى تم التحديد؟ نعم متى تم التحديد بسعادة المستشار؟ التحديد يمكن من قبل يعني حوالي 3 شهور أو 4 شهور اتخذنا مثل هذا الاجراء واعفيناها من الضريبه اللي اقل من 100 دينار. نعم. اي نعم. طيب يعني خلينا نتكلم عن اليه تصنيف الشحنات المستورده كونها للاستخدام الشخصي او يعني بغرض التجاره، متى يتم طلب او يطلب الامر دفع لرسوم جمركيه؟ لا هو شوف الشحنتين اما تكون شخصيه مثل ما قلت لك هي تكون قليله القيمه اقل من 100 دينار. اقل من 100 دينار نعم. وممكن توصل اقل من 5000 دينار لكن يكون فيها عليها ضريبه. وتعتبر كلها في داخل التصفية الفورية، يعني ما هي كميات تجارية. أما الأكثر من 5000 دينار تعتبر هذه تدخل من ضمن الكميات التجارية. التجارية. وبالتالي هذه لها إجراءات وهذه لها إجراءات مختلفة. مثل الكميات التجارية تحتاج إلى رخصة استيراد وشركة ويعني بعض الاوراق مثل الفواتير وشهاده المنشا وغيرها. اما الشحنات البسيطه او الشخصيه فنكتفي فقط في الفاتوره المقدمه وتاكد منها اقل من ال 100 دينار حتى تعفى من الضريبه. نعم جميل. طيب سعاده المستشار ما هو دوركم في دعم الاقبال الكويتي على مواكبه التوجه العالمي السريع نحو التسوق الالكتروني؟ يعني شوف الوضع بالنسبه لنا اختلف، يعني ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا. فعلا. الان الاجراءات بالنسبه لنا يعني والمستهلك الكويتي يعني بدا يستخدم المنصات الالكترونيه ويبحث عن بضائعه من خلال هذه المنصات،
وايضا يعني انا اتكلم عن المنصات الخارجيه وليس الداخليه. وليس الداخليه نعم. احنا نعنى في التجاره عبر الحدود اللي هي المستورده. فعلا. وبالتالي يعني الاجراءاتنا مثل ما قلت لك هي عندنا اجراءات اصلا معتاده، لكن يعني قاعدين نحاول نطور هذه الاجراءات مع شركاء العمل اللي هم الشركات الناقله مثل المخلصين الجمركيين نعم. وغيرها، قاعدين ننسق معاهم بحيث انه يكون يعني بحيث انه يعني تكون الاجراءات اكثر سهوله وسرعه، لان بعض يعني واحد طالب مثلا قطعه خاصه استعمال شخصي فيكون تواقع انه يحصل عليها بسرعه ما تتعطل. فلذلك شكلنا مجموعه من الشباب في الشحن الجوي، هذه يعني يكون هذا عملهم فقط في التدقيق على هذه الشحنات نعم. بأن لا تكون تحمل بعض الممنوعات أو غيرها والتخليص عليها بأسرع وقت ممكن. جميل جدا، مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.